تبيان، وأقمت عرشا على ركائز على ركائز الهدى ركائز العدل والخير والحنان. يا خير خلق الله كلهم، ويا خير من جرت به الأزمان. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله. أستاذ الفضل مدير المدرسة، أساتذة الكرام، إخواني الطلبة والطالبات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أهل الجنة، يوم يلقونه سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إذاعتنا اليوم هي عن عمود الدين، الركن الثاني من أركان الإسلام، الذي صعب النبي صلى الله عليه وسلم لتشريعه إلى السماء السبع. إلى وعين الصلاة، فلنبدأ إذاعتنا بذكر الحكيم مع طالبة حبيب علي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
فماذا تطمعون إلى صفوف المصلين وتكونون من الذين على صلاتهم دائمون؟ والآن مع أنشودة الصلاة. والآن عندي أنشودة دقيقة تتحدث عن الصلاة، هيا لنسمعها جميعا. لما زار رسول الله قدرة ربي جل علا، أهداه بالحب على تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان. لما زار رسول الله قدرة ربي جل علا، أهداه بالحب على تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان. أهداه أفكار صلوات من فوق السبع سماوات، أهداه أفكار صلوات من فوق السبع سماوات، فهي لها أعلى الدرجات من بين الخمسة أركان، تهدي القلب إلى الإيمان. لما زار رسول الله قدرة ربي جل علا، أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان. فنزور المسجد بوقار، نسأل الله ليل نهار، أن يكملنا باستمرار بالمغفرة وبالرضوان، بالمغفرة وبالرضوان. إذ رأى ربي جل علا، ونلزم قبلتنا نخلص لله نياتنا، ونلزم قبلتنا نخلص لله نياتنا. يا رب فوحش أمتنا في كل زمان ومكان، واهد القلب إلى الإيمان. لما لا رسول الله فكرة ربي جل علا، أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان. نفع الله بكل خشوع في كل سجود وركوع، نفع الله بكل خشوع في كل سجود وركوع، ونكبره بكل خضوع ونرتل آية القرآن. لما زار رسول الله سترة ربي جل علا، أهداه بالحب صلاة تهدي القلب إلى الإيمان، تهدي القلب إلى الإيمان. فنصلي ونزكي نفسه في اليوم وفي الليلة الخمسة، ونصلي ونزكي نفسه في اليوم الرحمن.
هناك فعلنا عظيم. وأن يؤديها صلاة الإنسان أمر.
لما يعلو صوت